ويلدنج روبوت ارم ده اسم واحد من المشروعات والابتكارات اللي فازت في مسابقة تحدي مصر للصناعة. المشروع ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن زراع آلي لاحم للمعادن بيتم استخدامه في الصناعات المعدنية المعقدة اللي بتحتاج لدقة عالية جدا. أجمل حاجة في المشروع ده جمانة إنه تم تطوير المشروع وتنفيذه على إيد مصرية وبمواد خام مصرية 100%. خلونا نقرب أكتر من المشروع ونتعرف على تفاصيله من التيم ليدر المهندس أحمد ماهر نبوي. بنصبح عليك يا باشمهندس، صباح الخير. صباح الخير استاذ محمد، صباح الخير استاذ جمال، اهلا وسهلا بيكم. حابين كده في البدايه نعرف تفاصيل اكتر عن المشروع وويلدنج روبوت ارم. والله هو الفكره بدات من بدايه زيارتنا للمعارض اللي موجوده في مصر، المعارض الصناعيه اللي هي بتتعمل في مصر كل سنه، منها معرض ماكتك ده اضخم معرض صناعي على مستوى الشرق الاوسط. فاحنا بدانا ننزل نزور المعارض ديت وهنا في سنه ثانيه تخصص، احنا قسم ميكاترونكس هندسه العاشر، وبدأنا نشوف بقى قصة الروبوتكس في مصر ديت هتبقى تنمو معانا ولا القصة اللي هي الروبوتكس موجودين فرحانين بيها بعد كده هتنتهي. لقينا إن إحنا عدد الشركات بدأ يزيد سنة عن الثانية، في شركات كان أول مثلا 21 كان 4 شركات، بعد كده لقيناهم 6. ففكرنا إن إحنا نعمل ويلدنج روبوتك أرم لأنه هو اللي أكثر استخداما في الصناعة المصرية عموما. يعني احنا عندنا حاجات كتير جدا بتتلحم وتبقى محتاجه دقه عاليه جدا. على سبيل المثال مثلا عندنا الشاسيه بتاع العربيه، وعندنا مواسير البترول، وعندنا التنكات، وعندنا المواسير اللي هي بتبقى طويله جدا، دي بتبقى محتاجه روبوت هو اللي بيلحم، لان اي ظهور عيوب بخبخه او زمحر في اللحام دوت هيؤدي ان تتلف الخامه نفسها، وبالتالي في كوست هيتهدر كتير جدا. بدانا نسال بقى الشركات ديت وننزل ايفنتس، يعني نسالهم انتوا الروبوت دوت بيتصنع في مصر ولا بيجي من بره، ولو بيجي من بره فانتوا بتعملوا ايه عليه لو هو بيجي من بره. فلقينا ان احنا الصناعه المصريه في الروبوتكس ديت مش موجوده، هم بيجيبوا الروبوت دوت استيراد من بره ويبداوا ايه يبرمجوه حسب استخدام العميل او حسب استخدام المصنع. صحيح. فبدانا بقى سيرش على حته ان احنا نصنع هنا جوه مصر وروبوت يتصنع هنا، بلاش ان انا حته اروح اجيبه من بره ديت، واحنا عندنا ناس يعني كفء ان هم يصنعوا حاجه زي كده. قعدنا ما يقرب سنه ونص سيرش في جزئيه الروبوتكس، ونذاكر روبوتكس بالتحديد كاينماتكس وفورورد كاينماتكس ويونيفرس وجزء الديزاين، لحد ما توصلنا ان احنا بدانا نعمل الديزاين وبدانا نستشير ناس شغالين في روبوتكس اوريدي سواء بره مصر او جوه مصر. وبدانا بقى صنعنا، وبعد كده بدانا ندخل في جزء بتاع البروجرامنج، وانتهاء الى جزء البيزنس وازاي هبيع وازاي هورد وازاي بقى كده يبقى عندي شركه ستارت اب مصريه شغاله في جزء تصنيع الروبوتات الصناعيه، وهدفها اكيد يعني مش هيبقى محلي بس انها تورد محلي، لا محلي وخارجي. طيب باشمهندس، زي ما كنت تتكلم انه يمكن استخدام الروبوت ده او الروبوت ويلدنج روبوت ارم زي ما كنا بنتكلم، فكره اللحام للمعادن بيحتاج دقه عاليه جدا في كل الصناعات اللي بيدخل فيها. حابه اعرف منك ازاي قدرتوا تطوروا او حتى تصنعوا هذا الروبوت عشان يكون بدقه وبجوده عاليه، وكمان هل يعني تم تصنيعه بشكل نهائي او حتى ولا ده بروتوتايب ولسه شغالين عليه؟ هو في الحقيقه احنا صنعنا الجزء دوت اند بروجكت. يعني ايه اند بروجكت؟ يعني انا ممكن اخده احطه على طول جزء صناعي في اي مصنع وابدا استخدمه. احنا اشتغلنا عليه، الفكره في الويلدنج ان انا اوصل للبوينت اللي انا عايز ابدا منها اللحام بسرعه وفي وقت قليل جدا، في نفس الوقت ما يحصلش معايا رجلاش في الموتورز او في الحركه نفسها، نقل الحركه اللي بيتم في اللينكات دوت حصل. يعني احنا حصل معانا اكيد في المعوقات في النص، بس احنا بدانا في طريقه اللي هي الطريقه انبيرو اللي احنا بنجرب، وفي حاجات كنا بنسال عنها او نسيرش عنها مش عارفين نوصل لاجابات، ان بعض الشركات اللي زي شركه كوكا وديت اكبر شركه روبوتكس موجوده على مستوى العالم بتبقى قافله على نفسها جزئيه ان ما حدش هيوصل للنقل الحركه دي. ولما لقينا ان في 6 شركات عالميه كلهم في نقل الحركه مختلفين، فاحنا حاولنا ان احنا نستخدم ستيبر موتورز عاديه مع تايمنج بيلت عشان ما يبقاش فيه عندي ان انا افوت في الحركه. فاحنا عندنا الديزاين من تحت حديد عادي ستيل 37 ما فيهوش اي مشكله، واللينكات اللي فوق المونيا، المونيا ديت الروبوت نفسه بيتحرك خفيف من فوق، فانا مش ما عنديش الوزن اللي هو يخلي الموتور يفقد حركه او يفقد ستيب وهو بيتحرك فيحصل عندي مشكله في اللحام. في ميكس ما بين الخامات الماتيريالز نفسها مش واحد، في اختلاف في الماتيريالز،
كل خامه حاطينها حسب الفانكشن بتاعتها. بدانا في الجزء البروجرامنج ان احنا نستخدم اللغه اللي هي بتستخدمها الشركات الروس اللي هي اختصار لروبوتكس اوبريتنج سيستم، وكان معانا حد زي بارتنر لينا في جزء الروبوت الروس ده بيشرحه لنا. وبعد كده بدانا ان احنا نتست على خامات هادر عاديه ولحد ما ونظبط السحب بتاع المكنه الطيار مع الفولت لحد ما ايه يلحم الخامه اللي قدامي، يبقى الخط بتاع اللحام دوت مظبوط وفي نفس الوقت ما فيهوش عيوب. كان معانا برضو جبت حد لحام يبص على خط اللحام ويديني يعمل لي انسبكشن عليه. وفي بعض الشركات اتواصلت معانا وشافت. ده كان سؤالي ليك دلوقتي يا باشمهندس احمد، لانه المنتج اللي بنتكلم عنه دلوقتي ده منتج اكيد محتاجاه مصانع كتيره قوي في مصر، القطاع الصناعي قطاع يعني بدا يعني ينشط بشكل كبير، بنشوف مصانع كتيره بتدخل فيها الامور الخاصه باللحام. سؤالي ليك يا باشمهندس، ازاي تم يعني التنسيق مع القطاع الصناعي عندنا المصانع تسويق لهذا المنتج اللي اكيد في مصانع كتيره محتاجه تدخلوا فيها؟ والله هو احنا عندنا قصه نجاح سابقه قبل كده، كانت بدات 2019، كان شباب عندنا في الكليه عملوا برضه روبوت ارم بس بيعمل بيك اند بليس، يعني بيشيل منتج من على سير يحطه على يرص على طبليه، وكانت دعمتهم اكاديميه البحث العلمي. احنا كنا يعني ماشيين وراهم خطوه بخطوه، انتوا عملتوا ازاي الجزء ده خدت عليه براءه اختراع، وازاي جبتوا فند ليه، وازاي بعد كده طورتوه. هم كانوا عاملين بروتوتايب، احنا قررنا نعمل حاجه عنده بروجكت عادي. احنا كان بقى لنا 3 سنين ناس شغالين اوريدي في المصانع قبل ما نتخرج، عارفين الجزئيه ديت ازاي اخليها تبقى خلاص فاينل بروجكت مش بروتوتايب. فبدانا نوصل للمصانع اللي هي محتاجه ويلدنج روبوتك ارم، نقول له احنا عاملين روبوت ارم مواصفاته 1 2 3، والروبوت ده بيعمل كذا كذا كذا، انا عايز اخد من عندك شهاده ان الروبوت دوت الاعتماديه بتاعته كويسه وتقدر تعتمد عليه في الصناعه عندك. فكان ردود مرحبين بالفكره وعرضوا ان احنا هناخد الروبوت دوت لتست عندنا في المصنع لمده اسبوعين او مده شهر، وبعد كده هقول لك اذا كان في عيوب او لا، ولو في حاجه عايز تشتغل عليها اقول لك ان الخط اللحام كذا كذا. لكن انا وريته العينات اللي كانت طالعه معايا من اللحام، كانت عينات مش وحشه ومش هي اللي خلاص الفاينل بس كويسه جدا. كمان الهيئه العربيه للتصنيع بتنسق معانا حاليا زي برزنتيشن ان انا هعرض الروبوت دوت عنده، وهم هيتبنوا فكره الديفلوبمنت اللي هيحصل عليه في البروجرامنج. احنا محتاجين مثلا نغير نوع موتورز معين، فهو هيتبنى الفكره دي، هو تبناها بناء على البروبوزال اللي احنا مقدمينه وبناء على العينات اللي طالعه من اللحام اللي موجوده معاه. فالفكره ان انا صورت المنتج اللي طالع من الروبوت، وصورت الروبوت نفسه وهو بيلحم، والكنترول نفسه بشرح له ان الكنترول بتاع الروبوت عندي هيبقى عباره عن جويستيك، بس انا اوريدي انا حاليا بتحكم في الروبوت عن طريق كود عادي طالع من اللاب. كان بعض التعليقات اللي كانت جايه لي ان احنا عايزين نغير الطريقه من اللاب للجويستيك. الجويستيك كده عباره عن زي ريموت كنترول كده بيمسكه التكنيشن في ايده ويبدا من خلاله يتحكم في الروبوت. تمام، نشكر حضرتك جزيل الشكر المهندس احمد ماهر نبوي تيم ليدر مشروع ويلدنج روبوت ارم، كل الشكر طبعا، وبنحيي حضرتك وبنحيي التيم كمان او الفريق العمل اللي اشتغل على اخراج هذا المشروع، شكرا ليك.